السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة هاي تكمل للمحاضرة السابقة واللي انتهت في التعريف اللي يقول انه الجيو ستار في جروب ديفاين الهوم جي على انه هي مجموعة كل الاف من جي ستار الى جي ستار بحيث ان الاف يكون هوموموفيزم. والتعريف الاخر اللي هو اوتوموفيزم اوف جي اللي يعرف على أنه كل الأف اللي معرفة من G إلى G بحيث أن الأف تكون isomorphism. النظرية الأولى هنا نقول أنه إذا كانت G start be a group then home G composition is a semi group, هي شبه زمة وليس زمة with identity. والفقرة الثانية تقول automorphism of G مع composition is a group. والفقرة الثالثة يقول انه الاوتوموفيزم جي مع الكمبوزيشن هي سب جروب اوف سيمتريك جروب جي. حتى نبين انه الهوم جي اللي هو يساوي لنا مجموعة كل الاف من جي ستار الى جي ستار بحيث انه اف هوموموفيزم. احنا نعرف انه الايدنتيتي ماب من جي الى جي هي اللي معرفة بالشكل I of X يساوينا X لكل X ينتمينا إلى G. هذه هي هوموموفيزم. وبالتالي إذا الـ I ينتمينا إلى G والهوم العفو إلى هوم G. وإذا من هاي نستنتج أنه الهوم G ليس لنا phi. إذا نجي نشوف هل أنه الـ closed بمعنى أنه العملية مالتنا هذه composition على الهوم G هي binary operation. فإذا أخذنا الـ F و G ينتمين إلى هوم G حتى نبهن أنه الـ F composition G ينتمين إلى هوم G. الـ F من G إلى G هوموموفيزم والـ G من G إلى G هي هوموموفيزم. إذن F composition G أيضا من G إلى G هي هوموموفيزم. إذا الـ F composition G ينتمين إلى هوم G هل إنه associative؟ احنا نعرف انه تركيب الدوال وما في سابقا هو يحقق خاصية التجميع وبالتالي اذا هو اسوشيت. الايدنتيتي موجود، نعم موجود، اللي هو الهوموموفيزم الذاتي اللي عرفناه سابقا واللي نقدر نلاحظ بكل سهولة انه f composition i of x يساوينا f of x يساوينا f of x. اذا الهم هوم جي مع الكومبوزيشن هو سيمي جروب في الايدنتيتي. قد يسال البعض هنا ليش هي مو جروب وانما سيمي جروب. الحقيقه الهوم جي مع الكومبوزيشن ما يشكل لنا جروب لسبب هو احتماليه عدم الحصول على العنصر المحايد، العفو العنصر النظيف. ليش؟ لانه مو كل داله تمتلك نظير، فقط الدوال التي تكون شنو تقابلية. وبالتالي احنا ماخذين هنا الاف على انها مجموعة الاف المعطية هي هوموموفيزم، احتمال ما تكون ايزوموفيزم، وبالتالي احتمال ما نحصل على العنصر النظير. الفقرة الثانية انه الاوتو جي مع الكومبوزيشن جروب. هذه الحقيقة اترككم البدايات مالتها اللي تبينون بيها العنصر المحايد والاسوشيتيف، وهذا نفس السابق ما باختلاف وايد، اضافه الى الكلوزد وكلها موجوده. نجي الى عنصر نظير الاف من جي ستار الى جي ستار اف ايزوموفيزم. بما انه التطبيق مالتنا حيكون بايجكتيف وبالتالي يوجد اف انفرس من جي ستار الى جي ستار. الاف مالتنا هم ايزوموفيزم، اذا اف انفرس ايزوموفيزم ايضا، والاف انفرس ينتمي لنا بهيك حاله الى الاوتوموفيزم اوف جي. اند اف كومبوزيشن اف انفرس يساوينا اف انفرس كومبوزيشن اف يساوينا الايدنتيتي. اذا الاوتوموفيزم جي مع الكومبوزيشن يبو. الفقره الثالثه حتى نبين انه الاوتوموفيزم اوف جي مع الكومبوزيشن از a subgroup of symmetric group G.
لغته احنا عرفناها على اساس انه هي المجموعة اللي ضمننا كل الاف من جي الى جي، بحيث انه الاف يكون ايزوموربيزم. السيمتريك جروب هي كل الاف من جي الى جي، بحيث انه تكون اف بايجكتيف. اذا الاختلاف هنا فقط شنو؟ انه الاف احتمال ما تكون هوموموربيزم، وبالتالي اذا مجموعة السيمتريك هي هواية اكبر من مجموعة الاوتوموربيزم. الاوتوموربيزم ما سوينا فايل لانه موجود بها الايدنتيتي على الاقل. الاوتوموربيزم مجموعة جزئية او تساوي لنا سيمتريك جروب، والاوتوموربيزم اوف جي مع الكومبوزيشن هي جروب. اذا بشكل عام هي راح تكون، بما انه هي جزء اذا هي سب جروب من السيمتريك جروب. التعريف اللي بعدها يقول اذا كانت عندنا جي وستار هي جروب والاكس ينتمي الى جي، نعرف اف سب اكس من جي الى جي، بحيث انه f sub x of a sin x a x inverse لكل a ينتمي الى g. هذه الحقيقة، هذا التطبيق يسمى inner automorphism of g، اي بمعنى تشاكل تقابلي داخلي على g. مجموعة ال inner of g تساوي لنا f sub x لكل x ينتمي الى g، ويمزلها برمز i of g اللي يساوي لنا f sub x لكل x ينتمي الى g. النظرية هنا تقول إذا عندنا g وستار هي جروب، ال x ينتمي لنا الى g، فإن f sub x is an isomorphism inner of g مع composition هي sub group من الاوتوموربيزم g، و inner of g هي normal sub group من الاوتوموربيزم of g. برهان الأول f sub x is an isomorphism، أي بمعنى homomorphism 1 to 1 و 1 to 1. حتى نبرهن أنه f sub x يجب أن نبرهن أنه sub of f sub x of a star b تساوي لنا f sub x of a star f sub x of b. نلاحظ هنا أنه f sub x of a star f sub x of b تساوي لنا حسب التعريف اللي أخذناه هي x star a star x inverse star x star b star x inverse، واللي يساوي لنا x star a x inverse star x، راح تنحذف تصير identity star b star x inverse، واللي يساوي لنا x star a star b star x inverse، واللي يساوي لنا f sub x of a star b. إذا ال f sub x هي homomorphism. هل إنه ال f sub x هي 1 to 1؟ إذا كان عندنا f sub x of a زائد f sub x of b، يجب أن نبين إنه ال a زائد b لكل a b ينتمي إلى g. x star a star x inverse يساوي x star b star x inverse، واللي ينتج لنا من عندنا إنه a يساوي لنا بي. إذن الـ f sub x هي 1 to 1. باقي لنا شنو؟ أن نبرهن أنه الـ f sub x هي 1 to 1. نلاحظ أنه مجموعة الـ image هي f sub x of a لكل a ينتمي لنا إلى g، واللي يساوي لنا نفس مجموعة الـ g. وبالتالي إذن الـ f sub x هي an isomorphism. حتى نبين انه ال inner of G مع composition هي subgroup of automorphism of G مع composition، inner of G تعينا fx ال f sub x من G الى G star is an isomorphism. ال automorphism of G هي كل ال f من G star الى G star، بحيث انه isomorphism. بما انه الـ identity ينتمي الى g، اذا f sub e ينتمي الى inner of g، اذا في حاله احنا ضمننا انه هذه مساوينا مجموعه مساوينا باي. f sub f sub e
اوف اي يساوينا اي، اي اي انفرس يساوينا اي. اذا بهيج حاله ضمننا انه الايدنتيتي الانر اوف جي هو جزء يساوينا اوتوموفيزم اوف جي. نجي الى الباينري اوبريشن اي كلوجر، نفرض انه اف سب اكس واف سب واي ينتمين الى انر اوف جي. حتى نبين انه f of sub x composition f sub y ينتمينا الى الانر، نلاحظ انه f sub x composition f sub y of a تساوينا f sub x of f sub y of a، واللي يساوينا f sub x of y a y inverse، واللي يساوينا x افتح قوس y a y inverse x inverse، واللي يساوينا y star x star y star a star x star y الكل انفرس، واللي يساوينا f sub x star y of a ينتمي لنا الى inner origin. الانفرس موجود ام لا للعناصر؟ نلاحظ انه اذا فرضنا انه f sub x ينتمي لنا الى inner of g، بما انه x inverse ينتمي الى g، اذا f sub x inverse ينتمي الى inner of g، ونلاحظ انه f sub x composition f sub x inverse يساوينا f sub x x inverse، واللي يساوينا f sub e، وينتجنا من هذه انه f sub x inverse composition f of x f sub x تساوينا f sub x inverse star x، واللي يساوينا f sub identity. اذا f sub x بكل inverse يساوينا f sub x inverse. اذا inner of g مع composition هي سبب من الاوتوموفيزم of g. نجي الى الفقرة الثالثة وبرهان ال inner of g ما هو سبب من الاوتوموفيزم of g. بما انه ال inner of G مع composition هي subgroup of automorphism، ونفس الوقت ال inner of G تساوي لنا f sub x والf sub x من G إلى G، بحيث إنه f sub x is isomorphism والautomorphism هي G من G إلى G، بحيث إنه G is an isomorphism. نفرض انه g ينتمي الى الاوتوموفيزم اوف g، f x sub x ينتمي الى ان اف g. حتى نبين ان g composition f sub x composition g inverse لازم نبين ينتمي الى ان اف g. نلاحظ انه g composition f sub x composition g inverse of a تساوينا اللي يساوينا g composition f sub x of g inverse of a، واللي يساوينا g of f sub x of g inverse of a، واللي يساوينا g of x star g inverse of a x inverse، واللي يساوينا g of x لكونها homomorphism star a. ليش؟ لأنه G مع G inverse صارت عندنا الـ identity map وناتجها A star G of X inverse، واللي يساوينا G of X star A star G of X الكل inverse، واللي يساوينا F sub G of X of A اللي ينتمينا إلى inner of G. إذن بهيج حال ضمننا أنه الانر، او استنتجنا انه الانر اوف جي هو نورمال سب جروب من اوتوموفيزم اوف جي. وشكرا جزيلا.